مرحبا، أخبار جديدة منوعة يومياً عم طلع عليكم بفن نيوز لنخبركن عنا أول بأول. وأول أخباري لليوم عن حسام جنيد وإمارات رزق يلي عايدوا بنتهم أحساس بعيد ميلادها. أحساس تصدرت حديث المتابعين خلال الساعات الماضية بعد ما نشر جنيد صورة بتجمعه ببنته وكتب بالبوست: اليوم عيد ميلادك يا بابا، يا حبيبة روحي، يا وجه الخير علي، أنت أحساسي ولحني وكلماتي. إمارات كمان نشرت لصورة وكتبت: كل عام وأنت حياتي. هالصورة لقت أعجاب المتابعين وانهالت الكومنتس لتعبر عن جمال أحساس ونعومتها، وأكد الفانزات أنها ملفتة مثل والديها وتمنوا لها دوام الصحة والمحبة والسعادة. بعد صورة محمد فؤاد يلي تم تداولها وانتشرت كتير على السوشيال ميديا بطريقة ما حلوة وبكومنتس فيها نوع من الاستهزاء بشكل فؤاد والتنمر عليه بسبب زيادة وزنه، هالشي يلي خلى فؤاد يرد على الصور بطريقة غير مباشرة بفيديو شاركه على الفيسبوك وقال فيه: جمهوري الحبيب، ركزوا على الناس المحترمة مش على الفوتوشوب، بحبكم. ليتبين انه هالصورة فوتوشوب واحدهم نشر ليستهزئ بمحمد ويثير البلبلة، وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من عشاء فؤاد وقدموا له كل مسجات الدعم من خلال التعليقات، وابرزهم عمر كمال يلي علق: اللي بيعرفك وبيعرف تاريخك بعمره ما بيقدر يتمسخر ولا يحكي كلمة عليك، اجيال ما بتعرف قيمتك يا اسطورة. ببروموشن نشرته على انستغرام شوقت جميلة عوض لفيلم عروستي يلي بتلعب فيه دور البطولة مع أحمد حاتم بإطار الدراما الرومانسية والكوميديا للمخرج محمد بكير، واللي قدر يجمع لأول مرة بين أحمد حاتم وجميلة عوض، ومن المقرر إطلاقه قريباً بدور العرض. برومو الفيلم ما كشف إلا عن بطلين اللي هن حاتم وجميلة، ويلي كان واضح ببداية الفيديو إنهم عم يتحضروا لحتى يلتقوا، أما الجمل فبتكشف إنهم بعلاقة صعبة جداً وبتوحي بانطباع كل حدا فيهم عن فكرة العلاقات والزواج. خلونا نشوف البرومو ونرجع لنكفي باقي أخبارنا. ورح نروح للثنائي الأغرب بتاريخ الوسط الفني العربي والعالمي، كاني ويست وكيم كارداشيان أكثر كوبل فاجأ جمهور وشكلوا بكثير من الأحيان الفانز صدمة كبيرة، لكن هالمرة غير. القصة بلشت بحفل كاني يلي أحيا بشيكاغو لتأدية أغنيات ألبومه الجديد دوندا، ويلي صار إنه كاني ظهر خلال الحفل بمنزل طفولته اللي بناه وسط الملعب لأقيم فيه الحفل، ولزيادة منسوب للدراما قام كانيا بإشعال حاله بالنار، وبعد ما طفى النيران استقبل سيدة بفستان زفاف أبيض ليتبين بعدين إنها كيم كارداشيان لتكون هي مفاجأة الحفل. وعلى الرغم من الإشارة إلى أن حضور كيم بفستان الزفاف كان جزء من عرض الحفل، لكن ما فينا ننكر بأنه الجمهور ضل بحيرة كبيرة، وهالمفاجآت يلي فجرها كانيا ما كانت سهلة على جمهوره، فعلق أحد المغردين وكتب بما معناه: كانيا أشعل النار بنفسه ثم عاد وتزوج كان في دقيقتين. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، هبة معكم بكرة بأخبار جديدة، تبقوا بألف خير، باي.